الأصل في الإسلام الدعوة وتأمين الناس. أصل الإسلام بانغوازة وهروها أمانة كردين خلق بو چونك سراقي كري مالك رضاي خواهي لي بكاتك لبي غمري خواصاصم أبو بكر الصديق نزيك أبي تولو تشميا لو دشتيا بابلين لو بيابانيا ولاخا كي أتشيت خواروا وزليل أبي وهيشي بيناك لي بران بريان كنزيك أبي توا علي أي محمد صلى الله عليه وسلم فسأله أن يكتب له أن يكتب لي كتاب أمني داويلك على كتابي أمان ببنسة أجر إسلام سركوت روجك نبي إيوة طول لمن كانوا سيكا من إس إيوة شوين إيوة كوتوم أجر تو علي من حقم وأم بيام سر أكيو إمبراطورة فارس وروم الرخي كتابي أمان ببنسة كمن روجك لإيوة نزيق بومتوا تو بالين الدعوة نم كجيتو تاجي كسراج بخيت سر سرم پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم بان عامری کور فهیراکا افرین بو ابن سا بو انسیو ادات دسی اوش هلی اگری تا وک سر دم امام عمر کواب اصل اسلام کوشت نیه لو چمیا یا بابلین لو بیابانی بی کوشن بلکو کتاب یک شی پیدا ول بگریرو اسلام اشتر اخیو توش سرکوتو ابیتو لگل ایم یابی کواب اصل اسلام چبرم دعو بان گوازه نکوشتن وقات قری پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم علی کوری أبي طالب أن يري بوجنغ برامبر كافر كان يكم شد فرمي چيبكا فرمي بيان كجا دو سپاي غوري كافر ومسلمان برامبر يكبونتوا فرمي إذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى الإسلام كتويتا غورباني جنغوا مسلمان وكافري حقيقي برامبر يكوساون فرمي ميان كجا بانيان بك بو إسلام بيان بيور مسلمان بن بايك نكجين والله لو يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم والله يكفي إيمان بيني خير لك من حمر النعم باشتري لو اشتري سربوتو كواب أصل الإسلام دعوبان غوازا نكشتان قطر قتال